السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، مرحبا بكم في حلقة جديدة معكم مستر صبري ياسين، وهذه قناة سبيشال يوتيوب قناة الشباب المتميز. والحلقة دي إن شاء الله هنحل مع بعض تمارين الكلمات على الدرس الثالث والرابع من كتاب جاينتس العمالقة يونت 3 الوحدة الثالثة لعام 2024. ياريت على مخلص الانترو تضغط لايك للفيديو وتشاره مع زمالك على اي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي زي الواتس والتليجرام. ولو دي اول مرة تشوف القناة شرفني اشتراكك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان توصلك اشعارات بالحلقات الجاية ان شاء الله. استنوني بعد الانترو. ورجعت لكم مرة تانية، يلا بينا نبدأ. بسم الله، أول سؤال عندي بيقول pollution levels in the Nile are being not closely. الإجابة هتكون كلمة monitored. monitor فعل معناه يراقب أو يرصد أو يتتبع، وطبعا الفعل مبني للمجهول، والجملة معناها مستويات التلوث في نهر النيل بيتم مراقبتها وتتبعها أو رصدها عن قرب. capture فعل معناه يأسر. هاك فعل معناه يخترق جهاز الكتروني. وسيرفايف معناها يبقى على قيد الحياة. نمبر 2، we ought to hire a public relations not to help improve our image. الإجابة هتكون كلمة consultant. consultant يعني مستشار أو ناصح، والجملة معناها ان احنا ينبغي ان نقوم باستئجار مستشار علاقات عامة علشان يساعدنا نحسن صورتنا قدام الناس. يعني هاكر مخترق. temperature درجة حرارة. layer يعني طبقة. number 3، there must be a revolution in the not of diseases such as cancer. الإجابة هتكون كلمة treatment. treatment يعني علاج، والجملة معناها يجب أن يكون هناك ثورة في علاج الأمراض مثل السرطان. ربنا يعافي جميع مرضى المسلمين. كير معناها رعاية أو اهتمام، وبتجي فعل بمعنى يرعى أو يهتم. تريتي معناها معاهدة، وكلمة تريت فعل معناها يعامل أو يعالج. نمبر 4، a security not detects any movement or change in temperature. الإجابة هتكون كلمة device. device يعني جهاز أو ابتكار، والجملة معناها جهاز أمني بيكتشف وبيلاحظ اي تحركات وتغييرات في درجة الحرارة. device فعل معناه يبتكر او يخترع، وكلمة advice معناها نصيحة، وadvice فعل معناه ينصح. number 5، it can be difficult for someone with a criminal not to find work. الاجابة هتكون كلمة record. record معناها سجل، والجملة معناها من الصعب بالنسبة لشخص له سجل إجرامي أن يجد عملا. device قلنا معناها جهاز أو ابتكار. discuss فعل معناه يناقش، وكلمة decade معناها عقد، والعقد هنا مقصود به 10 سنين. number 6، you should not older people with respect. الإجابة هتكون كلمة treat. treat فعل معناه يعامل، والجملة معناها ينبغي أن تعامل كبار السن باحترام. treat قلنا معناها معاهدة، كلمة treatment معاملة أو علاج، وكلمة cure فعل معناه يعالج أو noun معناها علاج. number 7، not are medicines or things that make medicines. الإجابة هتكون كلمة drugs. drugs يعني أدوية أو عقاقير، وبتيجي بمعنى مخدرات أحيانا. هي هنا معناها أدوية، بيقول drugs هي أدوية أو أشياء ذات ميت ميديسين بنصنع منها أدوية. درامز يعني طبول. دراجز فعل معناها يسحب. وسنسورز معناها جمع كلمة سنسور اللي معناها مستشعر. نمبر 8، a not is a special doctor who is trained to cut open people to make them better. الإجابة هتكون كلمة سيرجن. سيرجن معناها جراح، والجملة معناها إن الجراح هو طبيب مميز أو طبيب من نوع خاص مدرب ان هو يفتح في اجساد الناس لكي يجعلهم افضل. performer معناها مؤدي. biologist عالم احياء. paramedic اللي هو المسعف رجل الاسعاف. number 9، the hospital is famous for its pioneering work in heart not.
الإجابة هتكون كلمة سيرجري، سيرجري يعني جراحة، والجملة معناها إن المستشفى مشهورة بإنها رائدة في أعمال أو العمل المتخصص في جراحة القلب. سيرجيكال صفة معناها جراحي، سيرجن معناها جراح اللي هو الدكتور الطبيب، سيرجيكالي ده ظرف معناه جراحيا. نمبر 10 masks help prevent the spread of germs. الإجابة هتكون كلمة surgical. surgical masks اللي هي كلمة ماسك معناها قناع، الأقنعة الجراحية اللي بيتم ارتدائها أثناء العمليات. بيقول إن الأقنعة الجراحية دي بتستخدم أو بتساعد في منع انتشار الجراثيم. surgery يعني جراحة، surgeon جراح، surgical جراحيا. Number 11 a nut is a piece of equipment that can find or measure light, heat and sound. الإجابة هتكون كلمة sensor اللي هو الحساس أو المستشعر، والجملة معناها إن المستشعر ده بيكون قطعة من آلة أو جهاز يعني بيقدر إن هو يجد أو يقيس الضوء أو الحرارة أو الصوت كده يعني. heater معناها سخان، sensation معناها شعور أو إحساس، lighter دي معناها ولاعة. number 12 a woman who noted the accident was able to describe what happened. الإجابة هتكون كلمة survived. survive فعلا معناها ينجو أو يبقى على قيد الحياة، والجملة معناها إن المرأة التي نجت من الحادثة كانت قادرة على أنها توصف ما حدث. هاك يخترق، capture فعلا معناها يأسر، وبنفت بتاخد حرف الجر from ومعناه يستفيد من. number 13 the new product was not in the local newspaper. الإجابة هتكون كلمة advertised، والجملة مبنية للمجهول، وadvertise فعل معناه يعلن عن سلعة أو منتج، والجملة معناها إن المنتج الجديد تم الإعلان عنه في الجريدة المحلية. announce دي معناها يعلن أو يصرح به، بس يعلن عن خبر يعني أو معلومة، مش يعلن عن منتج أو سلعة. cured فعل معناه يعالج، وهاك فعل معناه يخترق. number 14 the test is designed to note children's reading ability. الإجابة هتكون كلمة measure. measure فعل معناه يقيس أو يقيم، والجملة معناها إن الاختبار مصمم لكي يقيس قدرة الأطفال على القراءة. escape فعل معناه يهرب، replace فعل معناه يستبدل أو يحل محل، recycle فعل معناه يعيد تدوير. number 15 she is in stable not following the accident. الإجابة هتكون condition، والجملة معناها قصدي condition معناها حالة، والجملة معناها هي في حالة مستقرة بعد الحادثة. cure علاج أو يعالج، device ابتكار أو جهاز، وكلمة director معناها مخرج وبتيجي بمعنى مدير برضه. number 16 the vacuum cleaners contain not that detect the amount of dust and type of floor. الإجابة هتكون كلمة sensors يعني مستشعرات، والجملة معناها إن المكان جمع كلمة مكنسة، المكانس الكهربائية بتحتوي على مستشعرات بتقدر تكتشف كمية التراب أو الغبار اللي موجودة، وكمان نوع الأرضية اللي هي هتشتغل عليها. tenses معناها أزمنة، زي مثلا past simple tense، present simple tense كده، جمع كلمة tense اللي معناها زمن. implement فعل معناه ينفذ أو يدخل حيز التنفيذ، والsenses معناها حواس زي الـ 5 senses اللي هم الحواس الخمسة. number 17 people who are addicted to not needed help. الإجابة هتكون كلمة drugs، بس هنا معناها المخدرات، والجملة معناها إن الناس الذين مدمنون على المخدرات يحتاجون المساعدة. distance يعني مسافة، equipment يعني معدات أو أجهزة، وبتاخد فعل مفرد، measure فعل معناه يقيس. number 18 what is the best not for a headache. الإجابة هتكون كلمة treatment معناها علاج، والجملة معناها ما هو أفضل علاج للصبع. cause يعني سبب، illness يعني مرض، وكلمة surgeon يعني جراح. number 19 very small changes in weight are difficult to note accurately. الإجابة هتكون كلمة measure،
فعل معناها يقيس، والجملة معناها تغيرات صغيرة جدا في الوزن من الصعب قياسها بدقة. كرييت يخلق أو يبدع، perform يؤدي، replace يستبدل. Number 20. The therapist provided strategies to help not the anxiety disorder. الإجابة هتكون كلمة treat، وtreat فعل معناه يعالج، في الجملة معناه يعالج، الجملة معناها أن المعالج النفسي أو الطبيب النفسي زود باستراتيجيات لكي يساعد في علاج الاضطراب، اضطراب القلق يعني disorder يعني اضطراب، وانزايتي يعني قلق. assume فعل معناه يفترض أو يفرض، worsen فعل معناه يسوء أو يتدهور، وكلمة interpret فعل معناه يفسر أو يشرح أو يترجم، والمترجم أحيانا بيبقى اسمه interpreter. Number 21. The chef followed a recipe that required precise note of each ingredient. الإجابة هتكون كلمة measure. measure هنا معناها مقدار، هي هنا نون مش فعل، والجملة معناها أن الطباخ أو رئيس الطهاه، رئيس الطباخين، اتبع وصفة، وصفة طهي يعني وصفة أكل بتتطلب مقدار دقيق جدا من كل ingredient من المكونات بتاعت الايه الاكلة. smell فعل معناها شم، result معناها نتيجة، chop فعل معناها يقطع قطع صغيرة. number 22. according to historical note she was married at the age of 18. الإجابة هتكون كلمة records. records يعني سجلات، والجملة معناها وفقا للسجلات التاريخية هي تزوجت في عمر 18. drugs أدوية أو مخدرات، treatments معاملات أو علاجات، retirement اللي هو التقاعد أو سن المعاش يعني. number 23. the activist emphasized the need to reduce plastic waste and its harmful on marine life. الإجابة هتكون كلمة impact اللي جاي هنا بمعنى تأثير، أو قبل تيجي فعل بمعنى يؤثر على، لكن هي نون، والجملة معناها إن الناشط، النشط البيئي يعني، أكد على الحاجة إلى تقليل النفايات البلاستيكية أو القمامة البلاستيكية وآثارها الضارة أو تأثيرها الضار على الحياة البحرية. effect فعل معناه يؤثر على وما بياخدش حرف جر، كوز معناها سبب وما بتاخدش طبعا حرف جر، بتاخد كوز اوف، وافكتيف صفه معناها مؤثر او فعال. number 24. he had completely changed. I didn't know at him. الاجابه هتكون كلمه ريكوجنايز اللي هو فعل معناها يتعرف على، والجمله معناها لقد تغير تماما، انا لم اتعرف عليه، ما قدرتش اتعرف عليه. find out فعل معناه يكتشف او يعرف، identity معناها هوية، كانت تنفع فعل اسمه identify اللي هو يتعرف على، كان ينفع، لكن identity لا ما تنفعش. realize فعل معناه يدرك او يفهم، او قد بيجي بمعنى ينجز او يحقق. number 25. in the desert days are hot but nights are not. الإجابة هتكون كلمة freezing اللي هي معناها برد قارس أو برد شديد، وقلنا معناها في الصحراء النهار بيكون حار، days هنا معناها النهار بس جمع يعني، ونايتس هنا معناها الليل، الليل بيكون إيه بقى أو الليالي بتكون freezing، برد قارس. hot معناها حار، freeze فعل معناها يتجمد، وفروزن ده التصريف الثالث من الفعل فريز، التصريف الثاني فروز، هو كده تصريفاته فريز، فروز، فروزن. يعني ممكن انا قلت على سبيل المثال ذا بوند از فروزن، يعني البركه متجمده، الماء بتاعتها متجمده اتحولت لثلج. ممكن اقول برضو مثلا حاجه اسمها، ممكن تمشي صفه اقول frozen vegetables يعني خضروات مجمدة زي البسلة والبيه، الحاجات اللي بحطها في كيس وايه في فريزرات كده، دي معناها متجمدة متحولة الى تلج يعني. number 26. all not used during a medical operation must be sterile.
الإجابة هتكون كلمة equipment. equipment معناها المعدات، والجملة معناها كل المعدات المستخدمة أثناء العملية الجراحية الطبية يجب أن تكون sterile، دي معناها معقم. temperature درجة حرارة، advertise يعني معناها يعلن عن منتج أو سرعة، methods معناها طرق أو أساليب. number 27 we want to develop an awareness of the not of eating healthy foods. الإجابة كلمة benefits واللي معناها فوائد، والجملة معناها احنا محتاجين نطور الوعي او نحسن الوعي عن فوائد تناول الطعام الصحي او الاطعام الصحية. كونس معناها عيوب، وعكسها كلمة اسمها بروس كانت تنفع لو كانت موجودة، بروس. ديميرتس برضو معناها عيوب، وكلمة دامرز معناها اضرار. نمبر 28 there is no instant way of finding an antidote for COVID-19. الإجابة هتكون كلمة كيور اللي معناها علاج، والجملة معناها لا يوجد طريقة عاجلة أو طريقة فورية لإيجاد علاج للكوفيد 19. treat فعل معناه يعامل أو يعالج، heal فعل معناه يلتئم، طبعا يقصد للجروح أو للكسور، كور معناها جوهر أو أساس الشيء. number 29 greed is كمان نقط ويكنس، الإجابة هتكون كلمة human. human معناها بشري، صفة أو إنساني، والجملة معناها أن الطمع ضعف إنساني أو ضعف بشري شائع أو منتشر أو عام موجود عند كل البشر. human صفة معناها إنساني، human مش human، دي اسمها human ودي اسمها human. safety معناها الأمان، وكلمة consultant معناها مستشار. الفرق هنا ما بين كلمة human و human، human دي يعني فيه الإنسانية، فيه اللي هو العطف الإنساني، يعني بقول لك ايه انا اديته الفلوس من باب الإنسانية، من باب العطف، يعني إنساني هنا يعني متعلقة بالعطف أو الشفقة. number 30 he undertakes a risky not behind enemy lines. الإجابة هتكون mission. mission معناها مهمة او ارسالية او بعثة، والجملة معناها ان هو بينفذ مهمة خطرة جدا خلف خطوط الاعداء او خلف خطوط العدو. تاسك معناها نابل فيل، مانشن معناها بيت كبير فخم او قصر، يعني سيرجري يعني جراحة. number 31 the government has not new guidelines on food safety. الإجابة هتكون كلمة issued. issued فعل معناه يصدر، والجملة معناها أن الحكومة أصدرت خطوط إرشادية جديدة على أمان الطعام أو إرشادات جديدة على أمان الأطعمة. escape فعل معناه يهرب، survive معناه ينجو أو يبقى على قيد الحياة، hack فعل معناه يخترق. number 32 we must know the cause of the problem before we look for solutions. الإجابة هتكون كلمة identify، وفعل معناها يتعرف على، لسه قايلينه من شوية، وجملة معناها يجب أن نتعرف على سبب المشكلة قبل أن نبحث عن حلول. recognize فعل معناها يتعرف على، بس مش هتنفع هنا، دي معناها يتعرف على شخص يعني. identity معناها هوية، وcure معناها علاج أو يعالج. number 33 is there enough money to charge him with murder. الإجابة هتكون كلمة evidence اللي معناها دليل، والجملة معناها هل يوجد دليل كافي ان احنا نتهمه بالقتل او بجريمة القتل. prove فعل معناه يثبت او يبرهن، و legend معناها اسطورة، و court معناها ملعب، ملعب تنس او ملعب سكواش، او احيانا بتيجي بمعنى محكمة. number 34 the instructions are too not for children they won't understand it. الإجابة هتكون كلمة complicated اللي معناها معقد، والجملة معناها ان التعليمات معقدة جدا بالنسبة للأطفال لن يفهمونها. simple معناها بسيط، clear معناها واضح، obvious برضو نفس المعنى معناها واضح. number 35 almost all your household junk can be reused or not.
الإجابة هتكون كلمة recycle، فعل معناه يعيد تدوير، والجملة معناها غالبا كل الحاجات الجنك اللي هي الحاجات الجنك اللي يعني ملهاش لازمة الغير ضرورية، كل لوازم البيت الغير ضرورية يمكن أن يعاد استخدامها أو يعاد تدويرها. سايكلد فعل معناه يركب دراجة، ريسايكلينج إعادة التدوير اللي هو الناون يعني، سايكلينج هو ركوب الدراجات. طبعا هنا محتاج تصريف ثالث ريسايكلد، عشان هنا كان بي بيجي بعدها تصريف ثالث زي ريوزد، أو هنا برضو محتاج تصريف ثالث. Number 36. The place was not from a quiet farming village into a busy port. الإجابة هتكون كلمة transformed. Transformed فعل معناه يتحول إلى، والجملة معناها إن المكان حول أو تم تحويله من قرية زراعية هادئة إلى ميناء مزدحم. port يعني ميناء. made تصريف الثالث من make اللي معناه يصنع. transplant معناها يزرع، يزرع عملية زرع عضو في جسم إنسان يعني. transmit معناها يبث أو يزيع. number 37. steal hundreds of people's car details. الإجابة هتكون كلمة hackers اللي هم المخترقين أو الهاكرز، بيقول بيسرقوا مئات التفاصيل الكارد ديتيلز اللي هي بطاقات الهوية، بيسرقوا مئات تفاصيل من بطاقات الهوية بتاعت الناس يعني. سنسورز مستشعرات، سيرجنز جراحين، كونسلتنس معناها مستشارين. نمبر 38. the older machines are gradually being out by new ones. الإجابة هتكون كلمة replaced اللي هو فعل معناه يستبدل أو يحل محل، والجملة معناها إن الماكينات القديمة بيتم استبدالها تدريجيا أو بشكل تدريجي بماكينات جديدة. transplant قلنا معناها يزرع عضو، recycled معناها يعيد تدوير، وinvolved دي صفة معناها منغمس أو منهمك فيه. number 39. he has a lot of electrical wire in the garage. الإجابة هتكون كلمة رول. رول معناها بكرة، والجملة معناها هو عنده بكرة من سلك كهربي في الورشة، بكرة سلك يعني. رول دي معناها دور، رول دي معناها حكم أو يحكم أو قاعدة، ورولر دي معناها مسطرة. Number 40. the investigators are searching for a or a not that he is murderer. الإجابة هتكون كلمة evidence اللي معناها دليل، والجملة معناها إن المحققين بيبحثوا عن دليل بيقول إن هو القاتل. development يعني تطور أو تنمية. prove فعل معناه يثبت أو يبرهن. improvement يعني تحسن أو تطور. number 41. the lot is away today. would you like to speak to her assistant. الإجابة هتكون director. دايركتور يعني المدير او المخرج. الجملة معناها ان المدير او المخرج is away today، مجاش النهاردة. هل تريد ان تتحدث الى مساعده او المساعدة بتاعتها. candidate معناها مرشح. applicant معناها متقدم لطلب وظيفة مثلا. trainee معناها المتدرب. number 42. the children's performance was so loud that all the audience clapped their hands happily. الإجابة هتكون كلمة impressive. impressive صفة معناها مثير للإعجاب أو مثير للإحترام، والجملة معناها أن أداء الأطفال كان مثير جدا للإعجاب لدرجة أن كل الجمهور صفقوا على أيديهم بسعادة. disappointed صفة معناها محبط أو خائب الأمل. depressed صفة معناها مكتئب. expensive صفة معناها باهظ أو غالي الثمن. number 43. he left his note in charge when he went away on holiday. الإجابة هتكون كلمة assistant. assistant معناها مساعد أو بائع، والجملة معناها إن هو ترك المساعد بتاعه في المسؤولية أو شايل المسؤولية مكانه. when he went away عندما ذهب في أجازة أو رحلة يعني، لما طلع أجازة ساب المساعد بتاعه.
in charge يعني في المسؤولية، في موضع المسؤولية. application تطبيق، decade معناها عقد يعني فترة 10 سنين، equipment معناها معدات. number 44 advertising has to not an attractive image for the product it is selling. الإجابة هتقول كلمة create فعل معناها يخلق أو يبدع أو يبتكر، والجملة معناها إن الإعلان يجب إن هو يخلق صورة جذابة عن المنتج اللي بيبيعه. survive فعل معناها ينجو، addict معناها شخص مدمن أو فعل معناها يدمن، وconsult فعل معناها يستشير. number 45 most smokers are suffering from heart and lung not. الإجابة هتكون كلمة diseases اللي معناها أمراض، والجملة معناها ان معظم المدخنين بيعانوا من امراض في الرئة والقلب. processes معناها عمليات، cures علاجات، medicines ادوية. number 89 she accepted his diagnosis without not. الإجابة هتكون كلمة comment. comment اللي معناها تعليق، وكتير من الناس بتنطقها comment وده خطأ، نبقى الصحيح comment. والجملة معناها ان هي تقبلت التشخيص بتاعه بدون تعليق، تشخيص المرض يعني. service يعني سطح، surgery جراحة، commerce التجارة. number 46 there seems to be no hysterical knot for most of the legends about King Arthur. الإجابة هتكون كلمة evidence اللي معناها دليل زي ما قلنا كتير، والجملة معناها يبدو أنه يوجد لا دليل تاريخي، يعني لا يوجد أو لا يبدو على عدم وجود دليل تاريخي for most of the legends عن معظم الأساطير عن كينج أرثر. يعني شخصية كينج أرثر دي عاوز يقول أنه ما فيش دليل عليها موجود، فإنها ممكن تكون شخصية أسطورية. شيفالري اللي هي الفروسية أو الشهامة. causes أسباب، knights يعني فرسان. number 47 I have not slices of raw beef. الإجابة هتكون كلمة paper thin. paper thin معناها رقيق كالورقة أو نحيف كالورقة أو في سمك الورقة، والجملة معناها أنا كان عندي شرايح لحم بقري نية سمكها زي سمك الورقة كده يعني. number 48 I think our teachers should try using different not in teaching. الإجابة هتكون كلمة methods اللي معناها طريقة أو أسلوب، والجملة معناها أعتقد أن المدرسين بتوعنا ينبغي أن يجربوا استخدام طرق مختلفة في التدريس أو أساليب مختلفة. surgeries جراحات، educational صفة معناها تعليمي، وoperations معناها عمليات، عمليات جراحية أو عمليات حسابية أو عمليات عسكرية إلى آخ. number 49 the coach decided to not the injured player with a substitute during the game. الإجابة هتكون كلمة replace اللي هو فعل معناه يستبدل، والجملة معناها أن المدرب الرياضي قرر أن هو يستبدل اللاعب المصاب بالبديل بتاعه، substitute اللي هو البديل اللي بيكون على دكة البدلاء أثناء المباراة. evaluate فعل معناه يقدر أو يقيم، support فعل معناه يدعم، وترين فعل معناه يدرب. number 50 it's important to not a good impression when you meet a new client. الإجابة هتكون كلمة create. create فعل معناه يبدع أو يبتكر أو يخلق، والجملة معناها من المهم أنك تخلق انطباع حسن عندما تقابل عميل جديد. conquer فعل معناه يغزو، immerse فعل معناه يغمر، survive فعل معناه ينجو أو يبقى على قيد الحياة. number 51 he not his style of painting while working as a magazine illustrator. الإجابة هتكون كلمة evolved. evolve فعل معناه يتطور أو ينمو، والجملة معناها أو يطور بيجي بمعنى يطور برضه، وده معناه هنا في الجملة واللي هو طور أسلوبه، أسلوب الرسم بتاعه بينما أو أثناء العمل كرسام في مجلة. explode فعل معناه يفجر أو ينفجر. hide التصريف التالي من فعل hide اللي معناه يخبي أو يخفي أو يختبئ. وسرفايف ينجو. number 52 I didn't not خالد in his uniform.
الإجابة هتكون recognize اللي هو فعل معناه يتعرف على، والجملة معناها أنا مقدرتش أتعرف على خالد في اليونيفورم اللي هو لابسه. improve يطور أو يتحسن، وكلمة earn معناها يكسب قوت يومه. number 53 the company is run by a board of not، الإجابة هتكون كلمة directors، والدايركتور اللي معناها مدير أو مخرج، هي هنا معناها مدير، والجملة معناها إن الشركة تدار، run فعل معناه يدير، هي وهنا جاي مبني للمجهول، is run يعني تدار أو بيتم إدارتها الشركة يعني بواسطة مجلس من المديرين اللي هو مجلس إدارة يعني. distance يعني مسافة، injury يعني إصابة، فinjuries دي معناها إصابات مثلا ده يعني، وcuts معناها جروح. number 54 he couldn't not the pressure of his new job and decided to quit، الإجابة هتكون كلمة handle، handle بتيجي فعل بمعنى يلمس أو يمسك به، وبتيجي فعل بمعنى يتعامل، وده معناها في الجملة يتعامل مع أو يتصرف، وأوقات بيجي بمعنى يعالج. الجملة معناها إن هو ما قدرش يتعامل مع الضغط بتاع الوظيفة الجديدة وقرر إن هو يترك الوظيفة. says فعل معناه يمسك به أو يقبض على، وأوقات بيجي بمعنى يستولي على، والنون منها كلمة اسمها سيجر يعني استيلاء على أو مصادرة. absorb فعل معناه يمتص، وكلمة pinpoint فعل معناه يحدد موقع بدقة أو يحدد بدقة. number 55 the scientist developed a not intelligent system to simulate human behavior، الإجابة هتكون كلمة artificial، artificial intelligence يعني الذكاء الاصطناعي، والجملة معناها ان العالم طور نظام ذكاء اصطناعي يحاكي السلوك البشري. organic يعني عضوي، صفة natural صفة معناها طبيعي، والgenuine صفة معناها اصلي. number 56 the instructions were not I could hardly understand them، الإجابة هتكون كلمة complicated، صفة معناها معقدة، والجملة معناها ان التعليمات او الارشادات كانت معقدة ما قدرتش افهمها او بالكاد او بصعوبة قدرت افهمها. clear صفة معناها واضح، concise صفة معناها موجز او ملخص، وstraight صفة معناها مباشر او مستقيم، وممكن تمشي ظرف برضو زي ما هي مش هتغير فيها حاجة معناها على خط مستقيم. number 57 it is important to not plastic bottles to help reduce environmental pollution، الإجابة هتكون كلمة recycle اللي معناها نعيد تدوير، والجملة معناها من المهم ان احنا نعيد تدوير الزجاجات البلاستيكية عشان نساعد في تقليل التلوث البيئي. waste معناها بقايا او نفايات، وبتيجي فعل بمعنى يهدر او يضيع، وبرن يحرق، وبري فعل معناه يدفن. number 58 my brother is going to not in social engineering it is the branch he likes most، الإجابة هتكون كلمة specialize in فعل معناه يتخصص في، والجملة معناها أخي سوف يتخصص في الهندسة الاجتماعية، إنه الفرع الذي يحبه جدا، فرع من العلوم يعني. emphasize معناها يؤكد على او يسلط على، economize فعل معناها يقتصد او يوفر، realize فعل معناها يدرك او ينجز. number 59 they have benefited more than you know، قلناها في الفيديو benefit حرف جر فروم يستفيد من، والجملة معناها ان هو او هم استفادوا من القانون الجديد. number 60 not a bigger scale technology has helped save lives، الإجابة هتكون on a bigger scale معناها على نطاق أوسع، التكنولوجيا ساعدت في إنقاذ الحيوات، كلمة lives جمع كلمة life اللي معناها حياة. number 61 the boys and girls did well in the exams but not the girls got higher marks، الإجابة هتكون كلمة on balance، وده تعبير معناه بعد اخذ كل شيء في الاعتبار او اجمالا يعني، والجملة معناها ان الاولاد والبنات حلوا كويس في الامتحانات، لكن اجمالا او بعد اخذ كل شيء في الاعتبار البنات حصلنا على درجات اعلى من البنين. بالانس صفة معناها متوازن،
وكلمة باي بالانس ما لهاش معنى، ممكن تقول بواسطة الميزان مثلا. ان ذا بالانس ده ايديال معناه غير مؤكد، يعني مثلا لو حطيناها في جملة وقلنا على سبيل المثال following poor results the company's future is in the balance. The company's future is in the balance. يعني ايه الجملة؟ يعني بعد النتائج السيئة بتاعت الشركة يعني، فإن مستقبل الشركة مش مؤكد، يعني مش مؤكد ان لها مستقبل يعني. Number 62 it was cold. نقط fact it was freezing. الإجابة هتكون in fact معناها في الحقيقة أو في الواقع، الجملة معناها الجو كان برد في الحقيقة، الجو كان برد قارص اللي هي freezing، إنها مرة قبل كده. Number 63 he failed in his efforts to give up smoking. الإجابة هتكون كلمة up. Give up فعلا معناها يقلع عن أو يتوقف عن، الجملة معناها هو فشل في جهوده إن هو يقلع عن التدخين. Number 64 since immigrating to Canada Mark has been struggling to not with his friends. الإجابة هتكون كلمة stay in touch، هي التعبير الأصح من بين اللي موجودين كلهم. والجملة معناها منذ هجرته إلى كندا مارك كان بيعاني وبيكافح إن هو يبقى على اتصال مع أصدقائه. Number 65 the town councillor is not of responding the public's needs. الإجابة هتكون in charge، والتعبير ده in charge of معناها مسؤول عن، بتسوي responsible for، والجملة معناها ان عضو مجلس المدينة كان مسؤول عن الاستجابة لطلبات العامة. دي كلمة change ومغير هنا charge، بخلها change معناها تغيير او يغير، responsibility معناها مسؤولية، وin charge برضو نفس الفكرة مختلفة يعني صياغة خاطئة. Number 66 her speech made a great impact on the audience. impact بتاخد حرف الجر on وبتساوي كلمة effect on اللي معناها تأثير برضو حرف الجر on، والجملة معناها خطابها او الخطاب بتاعها عمل تأثير عظيم على الجمهور. Number 67 while sailing around the world she used a satellite phone to not in touch with her family. تنفع stay in touch وتنفع be in touch وينفع keep in touch، إذن الإجابة all are okay، يعني كل الإجابات صليمة، والجملة معناها أثناء الإبحار حول العالم هي اعتادت أن تستخدم أو هي استخدمت أسف استخدمت هاتف مزود أو متصل بالقمر الصناعي عشان تبقى على تواصل مع أسرتها، والجملة دي جملة خبرية طبعا، وجود العالم السادة غلط هنا، مفروض تبقى فلوس. طب Number 68 people who are addicted to drugs need help. الإجابة هتكون to addicted بضغط حرف الجر to معناها مدمن على، والجملة معناها الناس المدمنة على المخدرات محتاجين مساعدة. Number 69 our army forces have to not to meet new threats. الإجابة هتكون كلمة evolve. فعل معناه يتطور أو ينشأ أو يرتقي، والجملة معناها ان قوتنا المسلحة يجب ان هي تتطور ليه علشان تواجه التهديدات الحديثة، تتطور تطور يوازي او يكون يعني مؤهل للرد على التهديدات الحديثة، ده معنى الجملة يعني. revolve فعل معناه يدور حول، involve فعل معناه يقتضي او يتطلب، و evolvement معناها التطور اللي هو الناون من كلمة evolve. عندي بعد كده exercises on derivatives and language notes. أول سؤال بيقول number 70 many people think that self-driving cars will have not traditional cars within the next few years. الإجابة هتكون كلمة replaced اللي فعلا معناها يستبدل أو يحل محل، والجملة معناها كتير من الناس بتعتقد أن العربات أو السيارات ذاتية القيادة اللي هي بتسوق نفسها بنفسها سوف تحل محل السيارات التقليدية خلال الأعوام القليلة القادمة. place فعل معناه يضع، in place فعل معناه يتمركز بسلاح
استعدادا للهجوم يعني. ان بليس فعل معناه يغير مكانه. نمبر 71 the poor injured driver had to major not in 2 weeks. الإجابة هتكون كلمة operations اللي معناها عملية جراحية، والجملة معناها ان القائد قائد السيارة يعني اللي هو السواق المصاب المسكين اتعمل له عمليتين جراحيتين بعد اسبوعين او خلال اسبوعين، هنا مش بعد، خلال اسبوعين. operate فعل معناه يشغل او يجري عملية جراحية على، طبعا السواق مش هيعمل عملية جراحية، مش هو هيكون الدكتور يعني. ففي فرق بين ان الواحد يجري عملية جراحية وتجرى له عملية جراحية. طالما قال لي هنا هذه يبقى هو اللي هيتعمل له عملية جراحية. processes ده بقى كلمة process اللي معناها عملية، عملية طبيعية، عملية صناعية او سلسلة من الاجراءات. وبروسيس ده لو اعتبرنا كلمة process فعل بمعناها يعالج كيميائيا او يعالج صناعيا. number 72 the famous actress disclosed exclusive news but she not about her age. الاجابة هتكون كلمة lied. التصريف الثاني والثالث من الفعل lie اللي معناه يكذب، lie lied lied. في كمان فعل اسمه lay lain دي تصريفاته، التصريف الثالث lain ده معناه يستلقي او يضجع او يقع او يمتد، اللي هو lie lain. في lied lied ده معناه يكذب، وده اللي حلينا بالجمله. lain ده متكرره موجوده هنا مره ثانيه. lay دي بقى في فعل اسمه lied دي تصريفاته، ده فعل معناه يضع او يبيض. طب نرجع لمعنى الجمله. معنى الجمله بيقول ان الممثله المشهوره كشفت عن اخبار حصري، اكسكلوسيف يعني حصري او خاص، او اعلنت عن اخبار حصرية لكنها كذبت بشأن سنها، يعني ما قالتش سنها الحقيقي. نمبر 73 in the next few decades خلال العقود القليلة القادمة computers will do more work، الحواسب الآلية ستقوم بمزيد من الاعمال. a decade is a العقد هو a period of 10 years فترة 10 سنين. period of 100 years دي معناها century اللي هو القرن. period of 2 weeks دي كلمة اسمها fortnight يعني اسبوعين. name of a place اسم مكان، طبعا period decade ده مش اسم مكان. كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو حد عنده اي استفسار يقدر يتواصل معايا على الواتس في اي وقت. اتمنى لكم التوفيق، شكرا لحسن سماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.